أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أهم العناوين. العربي الجديد، تنديد واسع في العراق بعودة عمليات قتل المتظاهرين. الغد الأردنية، بايدن يتوج حياته السياسية بالفوز بالرئاسة الأمريكية. وفي تقرير للقدس العربي تنقله عن لوس أنجلوس تايمز، الشرق الأوسط لم يعد مركز السياسة الخارجية الأمريكية ويجب تخفيض أعداد القوات هناك. من المقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية، شباب العراق ماضون في إزالة الأوثان السياسية. ويكتب جاسم الصفار في المدى العراقية، زيف الديمقراطية الأمريكية. التفاصيل بعد قليل. عنونت صحيفة النهار اللبنانية اغتيال ناشط في الحراك الاحتجاجي ومقتل متظاهر بالرصاص في العراق، وبذلك يكون عمر فاضل المتظاهر الأول الذي يقتل منذ عودة التظاهرات الاحتجاجية لإحياء ثورة تشرين التي قتل فيها قبل عام 600 متظاهر وأصيب 30,000 بجروح، مطالبين بتغيير الطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة. وتتهم الأمم المتحدة ميليشيات بأنها وراء عشرات عمليات الخطف والقتل في العراق. ونطالع في العربي الجديد، تنديد واسع في العراق بعودة عمليات قتل المتظاهرين، حيث عبر إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم استمرار عمليات قمع المتظاهرين في ساحة اعتصام البصرة. وقال الكاتب والناشط شاه القرداغي إن السلطات تستمتع بقتل الشباب في ظل غياب القانون والدولة، بينما اعتبر ناشطون أن الحل لوقف عمليات القمع يكون من خلال ثورة عراقية خالصة تقتلع الطبقة السياسية من الجذور. قالت صحيفة العرب اللندنية إن حكومة بغداد تتفادى إثارة غضب الميليشيات بتجاهل ملف المهجرين والمبعدين قسرا عن ديارهم، والذين عجزت حكومتا العبادي وعبد المهدي عن إنصافهم، وما زالوا يحتفظون ببصيص أمل في حكومة الكاظمي. ولا تزال قضية المهجرين والمبعدين قسرا عبارة عن تغيير ديموغرافي واحتلال دائم لمناطقهم على خلفيات طائفية وحسابات سياسية. وفي الشأن الدولي، عنونت صحيفة الغد الأردنية، بايدن يتوج حياته السياسية بالفوز بالرئاسة الأمريكية ليدخل التاريخ بصفته الرجل الذي أسقط ترامب. فبعد محاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19، تمكن بايدن المخضرم بالسياسة من إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة ترامب الذي أثار انقساما في المجتمع، كما تخللت حياة بايدن السياسية الطويلة فصولا مثيرة للجدل. وفي تقرير للقدس العربي تنقله عن لوس أنجلوس تايمز، الشرق الأوسط لم يعد مركز السياسة الخارجية الأمريكية ويجب تخفيض أعداد القوات هناك. وصفة السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها باتت تعتمد على القوة العسكرية وأن هناك طرقا للخروج من المنطقة، وهذا التخفيض سيؤدي إلى تنظيم البعد العسكري في الاستراتيجية الأمريكية بمنطقة من العالم، والتي وإن ظلت مهمة لكن يجب ألا تكون مركزا للسياسة الخارجية الأمريكية. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: شباب العراق ماضون في إزالة الأوثان السياسية. وترى الشيخلي أن حراك الشباب العراقي أوجد حالة من الاطمئنان الشعبي على المستقبل بوجود من يدعو إلى الانتماء للوطن أولا وللشعب بكامله ثانيا، منسلخا عن فكرة التبعية الدينية الطائفية والانتماء لأحزاب السلطة. ويكتب جاسم الصفار في المدى العراقية زيف الديمقراطية الأمريكية، ويتساءل الكاتب: أليس غريبا عدم وجود قواعد موحدة لفرز الأصوات في جميع أنحاء أمريكا؟ وعند المقارنة بالانتخابات النيابية في العراق مثلا فهي زاخرة بالعجائب، فبعد إعلان نتائج الانتخابات يعثر بعضهم على صناديق اقتراع مركونة دون عد، واستمارات ناخبين في مكبات القمامة، وتدبير حرائق في أماكن خزن صناديق الاقتراع للتغطية على عملية التزوير. ويكتب عبد اللطيف الزبيدي في الخليج الإماراتية خواطر في المنظومة السيادية، متسائلا: هل من مبالغة في القول إن أغلبية بلدان العالم العربي المتعثرة تنمويا تفتقر إلى الحصانة السيادية؟ ومن أخطاء بلدان العالم الثالث توهمها أن السيادة شأن سياسي صرف، وهنا يصاب الواهمون في مقتل والضحية الشعوب. فالحصانة السيادية منظومة متكاملة متجاوبة، والبلدان التي أهملت السيادة الشاملة قد انهارت. مشاهدينا، ينضم إلينا بعد قليل في حوار أسبوع الصحافة الكاتب الصحفي جعفر عباس. يسرنا متابعتكم مجريات الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من الدوحة الكاتب الصحفي جعفر عباس. مرحبا بك أستاذ جعفر إلى هذا الحوار. أهلا أستاذ إحسان، وشكرا على الاستضافة، وسعيد بأنه أتمكن من مخاطبة أو التواصل مع جمهور عراقي أكن له كل الود والاحترام. أهلا بك. نبدأ أولا من عنوان صحيفة النهار اللبنانية: اغتيال ناشط في الحراك الاحتجاجي ومقتل متظاهر بالرصاص في العراق. وتتهم الأمم المتحدة ميليشيات بأنها وراء عشرات عمليات الخطف والقتل في العراق. كيف تصف حملات الاغتيال والاعتقال بحق المتظاهرين والناشطين العراقيين المطالبين بحقوقهم؟ أنا لا أستغرب، لأن هذا هو السلوك المتوقع من أناس اختطفوا دولة بأكملها ويريدون تجييرها لصالح فئة شريحة طائفة معينة، وبالتالي يعني يموت الناس موتا مجانيا في الشوارع، وهم يعني الواحد في ليس في يده أكثر من علم وليس في فمه أكثر من هتاف، ومع هذا يتم حصد الأرواح من جهات هي معلومة، ولكن الجهات الأمنية المناط بها يعني توفير الأمن والسلام تدعم إنها مجهولة. يعني كيف يتسنى لمجهولين أن يتحولوا إلى قناصة ويحملوا أسلحة أوتوماتيكية ويحصدوا الأرواح المرة والأخرى؟ يعني في ديسمبر كانون أول 2019 يعني ما تقرب 200 شخص في غضون أيام معدودة، ودي بكل المقاييس مجزرة، ولكن يعني للأسف العراق يعيش في ظل حكومات بلا أسنان أو بلا أنياب، أو ربما هي متواطئة مع الطرف القوي في المشهد. نعم. نتحول إلى صحيفة العرب اللندنية التي تقول إن حكومة بغداد تتفادى إثارة غضب الميليشيات بتجاهل
ملف المهجرين والمبعدين قسرا عن ديارهم. لماذا تتفادى حكومة بغداد إثارة الملفات العالقة مع الميليشيات ومنها ملف المهجرين قسرا؟ أستاذي الفاضل، الحكومة لا تتفادى إغضاب الميليشيات وحسب، بل هي رهينة لدى الميليشيات. يعني هي تأتمر بأمر العرابي هذه الميليشيات. يعني كيف يجوز لحكومة تستحق هذا المسمى؟ ومع ذلك فالحكومة عاجزة، لأنه هذه الميليشيات أصبغ عليها طابع رسمي في مرحلة ما، وأصبحت جيشا موازيا للجيش الوطني، بل انتزعت صلاحيات الجيش الوطني والأمن والمخابرات والشرطة. وبالتالي الحكومة يعني لا تكتفي بتفادي إغضابها، بل تنافقها كي يعني يبقى رموز الحكم أعضاء مجلس الوزراء وبعض البرلمانيين يعيشوا في أمن ويستمروا في مناصبهم، يعني يستنزفون البلد ويستنزفون خيراتها. في الشأن الدولي، عنونت صحيفة الغد الأردنية: بايدن يتوج حياته السياسية بالفوز بالرئاسة الأمريكية ليدخل التاريخ بصفته الرجل الذي أسقط ترامب. بماذا تصف فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية؟ والله فوز بايدن يعني إلى حد ما يؤكد أن الديمقراطية قادرة على معالجة علاتها. يعني أكبر علة، أكبر سبة لحقت بالديمقراطية هي أن يفوز شخص عيي وجاهل ونزق وعنصري ومغرور ونرجسي مثل دونالد ترامب. هذه سبة في وجه الناخب الأمريكي. ولكن المهم أنه فوز بايدن يرد الاعتبار للديمقراطية. مهما كان رأينا في أنه يعني الفوارق بين الجمهوريين والديمقراطيين هزيلة، ولكن ترامب هذا كان خطرا على الكون وخطرا على الأوزون، وشق الرأي العام الأمريكي، حولهم إلى جماهير مدن تقف مع الحزب الديمقراطي، وجماهير ريف أغلبها يعني ذات الصحن بيضاء تقف مع ترامب، أهل الحضر وأهل التعليم يقفون، يعني قسم المجتمع الأمريكي. يعني حتى بايدن شكر سود أمريكا، قال إنه الأمريكان السود هم الذين قلبوا ميزان القوى. يعني كل من تابع الانتخابات يرى كان إنه في جورجيا وبنسلفانيا، كان ترامب في بنسلفانيا متقدم بأكثر من 500,000 صوت، فجاءت مدن ذات أغلبية سوداء زي فيلادلفيا قلبت الموازين، سدت الفجوة وغلبت. فهذا انتصار ولو شكلي للديمقراطية. طيب أستاذ جعفر، ما التغييرات التي يمكن أن يحدثها بايدن في سياساته تجاه العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا؟ أنا أعتقد أنه نحن في الشرق الأوسط يعني ما زلنا نعطي أنفسنا قيمة أكثر مما ينبغي، يعني بمعايير الغرب. يعني القضية الفلسطينية لم تعد قضية مركزية حتى عند معظم العرب. ليس هناك يعني، والبترول واصل، يعني أمريكا تجد حاجتها من البترول بأرخص الأسعار. يعني انت لما تبيع قضيتك وتعطيها لامريكا مجانا على طبق، فما حاجتها لان ترشيك يعني ولا تقدم لك عطيه. لا، الشرق الاوسط لم يعد شيئا يذكر في الاجنده السياسه الامريكيه الخارجيه. بايدن سيركز على اعاده بناء اللحمه مع الاتحاد الاوروبي وحلف الاطلسي، يعني لانه ترامب نسف هذه العلاقات. بايدن سيركز على قضية المناخ ويعود إلى اتفاقية كويتو للمناخية الدولية التي انسحب منها ترامب. قال إنه سيدعو لمؤتمر للديمقراطيات العالمية، وده من باب رد الاعتبار للديمقراطية لأنها تعرضت لتشويهات
كبيرة في عهد ترامب. طيب في ذات الشأن ومن المقالات يكتب جاسم الصفار في المدى العراقية زيف الديمقراطية الأمريكية، يتساءل الكاتب أليس غريبا عدم وجود قواعد موحدة لفرز الأصوات في جميع أنحاء أمريكا؟ بماذا تفسر العوائق والعراقيل التي أخرت إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية؟ هو يعني الديمقراطية تشبه الامتحانات المدرسية، كويس، يعني هي لا تخلو من علل ومن خلل، ولكنها حتى الآن هي أكثر أداء يعني مجربة وتعطي أفضل النتائج. يعني النظام الديمقراطي، يعني النظام الأمريكي فيه إرباك عجيب، لأنه أصوات الناخبين الفرديين لا تؤدي إلى حسم الانتخابات الرئاسية. يعني في 2016 هيلاري كلينتون تفوقت على ترامب بأكثر من 3 ملايين صوت من الأصوات الفردية، ولكن ما يسمى بالكليات الانتخابية إنه كل ولاية عندها ما يسمى بالإلكترز، هذه عندها 20 ناخب وهذه عندها 15، ويكون السكان 30 مليون، وبعدين في النهاية هؤلاء الناخبين هم الذين يجتمعون، وإذا فاز شخص ما ب270 صوت من الناخبين يكون اكتسح السباق، وتبقى الأصوات الفردية اللي هي يعني هذه السنة كانت أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ أمريكا أو في تاريخ أي دولة من حيث الإقبال على الانتخابات، لأن المعركة كانت فاصلة. فمع هذا كل ما فعلته الأصوات الناخبين ملايين الأصوات هو إعطاء توكيل لبضع مئات من الناخبين ليتولوا حسم أمر الرئاسة. فهذا لا أعتبره زيفا، هذا هو خلل في المعالجة. وهناك من يدافعون عن ما يسمى بالإلكتورال كوليدج، الكليات الانتخابية والمجمع الانتخابي، على أساس إنه هو لا هو يكرس للديمقراطية وكذا. ولكن يعني ما يعني أنت بتفوض بضع مئات لينوبوا عن مئات الملايين، وأكيد يعني لو فيهم أشخاص معطوبين فاسدين يعني قد يخونوا الأمانة ولا يعكسوا رغبات الناخبين التي انعكست على صناديق الاقتراع وتعداد أصوات الأفراد بنظام صوت لكل ناخب. نعم، الكاتب لديه مقاربة ومقارنة أيضا بالانتخابات النيابية في العراق مثلا، ويقول هي زاخرة بالعجائب، فبعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية يعثر بعضهم على صناديق اقتراع مركونة دون عد، وأيضا استمارات لناخبين في مكبات القمامة، وتدبير حرائق في أماكن خزن صناديق الاقتراع، وذلك للتغطية على عملية التزوير في هذه الانتخابات. هل فعلا حققت أمريكا للعراق الديمقراطية كما وعدت بعد عام 2003 عند احتلالها العراق؟ الديمقراطية ما لم تنشأ في التربة المراد لها أن تأتي بنظام حكم ديمقراطي لن تقوم على أسس سليمة. يعني أمريكا سلمت السلطة لأناس ولاؤهم ليس للوطن الكبير، يعني وبالتالي ظلت الهيئة الراعية للانتخابات في العراق وفي غير العراق. يعني أنا لا أحسب أنه في دولة في العالم العربي خلال 10 سنوات أو أكثر الأخيرة أجريت فيها انتخابات تتسم بقدر من النزاهة سوى تونس. العراق الحكومة المركزية التي تشرف على الانتخابات هي نفسها، لا يعني ليس معلوم يعني في العراق انه في مناطق كثيرة صوت الموتى يعني بالآلاف، يعني والتزوير رسمي، التزوير يتم من قبل المشرفين على الصناديق. يعني كيف يتم إحراق صناديق حقيقية عندما
يعني يكون المغضوب عليهم مركزيا هم الأغلبية، يتم حرق الصناديق ويؤتى بصناديق غير رسمية ويتم حشوها أو تكون محشية جاهزة بناخبين معينين. أيضا في الشأن الدولي أستاذ جعفر، تقرير لصحيفة القدس العربي تنقله عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقول في هذا التقرير: الشرق الأوسط لم يعد مركز السياسة الخارجية الأمريكية، ويجب تخفيض أعداد القوات هناك، وهذا التخفيض تقول الصحيفة سيؤدي إلى تنظيم البعد العسكري في الاستراتيجية الأمريكية بمنطقة من العالم. برأيك أستاذ جعفر، إذا ما خفضت أمريكا قواتها في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، أين ستكون وجهتها القادمة برأيك مستقبلا؟ وجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لا أظن أنه قابل للتخفيض لأسباب أساسية. يعني القواعد الأمريكية هي معمولة أساسا يعني ليس بغرض استهداف الدول العربية، هي يعني في السنوات الأخيرة إيران، كوريا الشمالية، الأنظمة المتفلتة، الأمن في أعالي البحار، هذه القواعد لن تتخلى عنها أمريكا، لن تتخلى عنها أمريكا، وخصوصا يعني روسيا داخلة من اتجاه آخر بالجمهوريات اللي نشأت بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي وكذا. العسكرية الأمريكية لن تقبل بالمناسبة بخفض التسلح أو خفض عديد القوات أو تقليص القواعد أو تقليص قدرات القواعد البشرية ومن حيث الاعتداء. فلا أرى أن هناك ما سوى قالته لوس أنجلوس تايمز ولا غيرها أن هناك ما يدفع أمريكا. هي لوس أنجلوس تايمز بتقول لأنه العالم العربي لم يعد مصدر خطر على أمريكا، وأصل عمره ما كان مصدر خطر على أمريكا، بل ربما يتم التقليص في قواتها في حلب الأطلسي على أساس أنه الخطر لم يعد هناك خطر ماحق كما كان من قبل من حيث وجود حلف وارسو، والخطر الروسي لم يعد خطرا وجوديا. نعم. أخيرا أيضا في زاوية مقالات يكتب عبد اللطيف الزبيدي في الخليج الإماراتية خواطر في المنظومة السيادية، يتساءل الكاتب: هل من مبالغة في القول إن أغلبية بلدان العالم العربي المتعثرة تنمويا تفتقر إلى الحصانة السيادية؟ برأيك هل العالم العربي يفتقر إلى الحصانة السيادية؟ العديد من الدول العربية يعني خصوصا الدول يعني ليست الدول مستحقة الزكاة فقط بالمناسبة، حتى الدول الغنية قبلت طبعا برهن سيادتها لأجندات خارجية، ولكن فعلا الدول الفقيرة يعني نحن في السودان رهننا وانحنينا وقبلنا الإذلال من قبل ترامب إنه يرفعنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم قال لا لو مارس الإزراع إنه لا تطبع العلاقات مع إسرائيل، ومن سخريات الغدر أنه تم الإعلان عن ذلك في واشنطن وليس في الخرطوم. نعم. في ختام الحوار أشكرك أستاذ جعفر الشكر الجزيل لانضمامك إلينا، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أشكرك وأشكر قناة الرافدين على الاستضافة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم يعني وجهة نظر تتسم بالمعقولية والموضوعية. شكرا جزيلا. وأشكر لكم مشاهدينا طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.